ماما لما شافت اللي حصل في التلفزيون قلبها اتقبض وحست ان بابا خلاص. هي كانت متأكدة انه في واحدة من الطيارتين اللي دخلوا في التاورز، بس كانت بتكذب نفسها، تقول يمكن مركبش الطيارة او الطيارة فاتته. اكشلي هي كان نفسها تكون فاتته. فضلت يا حرام قاعدة ايام على الكرسي اللي قدام الباب مستنية بابا يدخل عليها. كان كابوس وكلنا مش عارفين نفوق منه. انا حاولت اقنع هدى ان هي ترجع بس هي مش عايزه. انا كمان يا عمته حاولت بس فشلت. جدك منصور كان حاسس ان ايامه معدوده، جاب مديحه في ايده وجه قعد في مصر. انا عايزه اموت هنا. الله يرحمهم. لازم تروح تزورهم وترى لهم الفاتحه يا حبيبي. اكيد ان شاء الله يا تيتا. طيب والاخبار اللي احنا بنسمعها عن ان الامريكان بيعاملوا العرب وحش، دي حقيقه ولا اشاعات؟ يعني في كده وفي كده. احنا السلطات الامريكيه قعدت تحقق معانا فتره كبيره، خصوصا انت عارفه بابا مصري ومسلم كان في الطياره، والتاني اللي اسمه محمد عطا اللي خطف الطياره ده مصري برضو. بس لما اتاكدوا ان احنا ملناش اي علاقه باللي حصل وبالاحداث دي سابونا. صحيح اخوك منصور اتطوع في الجيش الامريكاني؟ يا تيتا للاسف منصور اختار انه يكون امريكاني، خصوصا كمان عارفه في الاعلام هناك حسس العرب بعد فتره ان هم مش مرغوب فيهم. منصور اختار. ماما دايما بتقول انها خسرت راجلين، واحد مات وما عرفتش تدفنه، تاني مش عارفه الحرب هتدفنه فين. بعد الشر عليك يا حبيبي، ربنا ينجيك يا منصور ويرجعك لعقلك يا حبيبي. امريكا بتتغير، زمن الحلم الامريكي راح، العالم كله بيتغير دلوقتي، بس محدش عارف رايح على فين. Hey, what are you doing? Play. Do you want to play a game? No, thanks. But I'll be watching you. Try to play a game. No, no. Okay. أهو أنا ولا رحت أمريكا ولا حاجة، بس خلفت واحد أمريكاني. الحمد لله على سلامتك.